اخبار اليوم. اشتري ايه بالجنيه زمان؟ كنت بجيب لحمه اللي كيلو ب 36 قرش، كان حلو، كنت باخد مصروفي ربع جنيه انا واخويا. دلوقتي بيجيب ايه؟ يا دوب بيجيب عيش او كيس مناديل. احنا بنجيب حاجات كتير قوي، حاجه البيت كلها. دلوقتي لا، دلوقتي ما بيجيبش حاجه خالص. تدي لابنك مصروف جنيه مثلا وهو رايح مدرسه يرضى؟ لا طبعا، اقل من 5 جنيه للطفل الصغنن ما بياخدش. زمان يعني الجنيه كنت ممكن تاكلي منه وتتغدي منه انت وعيالك، كنت تروح تجيبي بايه؟ بربع جنيه عيش، بتجيب لك 5 6 رغيفة بربع جنيه، واخده بالك، وبربع جنيه فول والكلام ده. دلوقتي ما تقدريش تيجي تفطري عند بتاع الفول اقل حاجه 7 جنيه 8 جنيه. الجنيه كان زمان ليه قيمه عن دلوقتي. بنجيب كل حاجه، بنجيب بطاطس، بنجيب قطه، بنجيب رز، بنجيب كل حاجه. دلوقتي بتجيبي ايه؟ ما بتجيبيش حاجه، لو 100 جنيه ما بتعرفيش تجيبي بيها حاجه. تجيبي لحمه كانت ب 68 قرش اللحمه، والفرخه كان في ب 18 قرش، وفي ب 30، وفي ب 40. كنت باخد مصروفي اول ما اتجوزت 15 قرش، كل ما اجيب عيل يزودني شيلين لغايه ما بقى 40 قرش. هو كنت باخد مصروفي نص جنيه. بشتري شندوتش، اتنين شندوتش بباريزة. دلوقتي مفيش الكلام ده. لا، الجنيه زمان كان ليه قيمه، لكن دلوقتي ملوش قيمه. العيل الصغير لو اديت له جنيه بيقول لك انا عايز 5 جنيه. الجنيه كنت باخده نص جنيه، كنت فرحان قوي ايام الدراسه الابتدائيه. دلوقتي الجنيه لو الواحد لو في جيبه مثلا 100 جنيه ما يقولش في جيبه فلوس. الجنيه دلوقتي ما عادش ليه لازمه. والجنيه ليه لازمه؟ جنيه النهارده ده البيضه المسلوقه بجنيه ونص. جنيه كان زمان بجيب منه لحمه واجيب منه كسوه كمان للعيال، النهارده الجنيه عامل زي الملين بتاع زمان. كنت بجيب النص كيلو لحمه بكام؟ 25 قرش. النهارده الكيلو لحمه النهارده ب 85 جنيه، اجيبه منين؟ كان كل حاجه كانت رخيصه الاول. الحمد لله دلوقتي الحاجه بقت نار. كنت بشتري بيه، ده انا اتجوزت بالجنيه. يعني الجنيه دوت كنت تاكلي وتشربي وتعملي كل حاجه بالجنيه. كنت باخد اولادي واروح افسحهم واخرجهم بالجنيه، ويفيد مني فلوس كمان. دلوقتي مفيش الكلام ده. زمان كنا بنشتري حاجات كتير قوي بالجنيه، زي كل حاجه. كنا مثلا يعني لو هاخد مصروف من ابويا كنت بحوش منه وبشتري منه واصرف منه طول النهار واحوش منه. الجنيه كان بيجيب كام خصايه زمان؟ 20 خصايه. دلوقتي اقل خصايه بجنيه. الجنيه كان بيعمل حاجات كتير. يعني انا والدتي كانت ساكنه بجنيه ونص، النهارده احنا بنسكن ب 700 جنيه وب 800 جنيه انما الجنيه زمان كان فيه بركه. بالجنيه؟ اه. لكن من الواحد بيشيل الدنيا كلها.